يا مساء الخير والمحبة والسعادة عليكم أحبتي مشاهدي قناة سمراء الفضائية، حياكم الله، كل الهلا بكم وين ما تكونون. حلقة جديدة من برنامج جرة قلم. اليوم ضيوف مبدعين راقين جدا، راح تستمتعون بشاعريتهم وأخلاقهم العالية وأسلوبهم وطرحهم بحلقتنا لهذا اليوم. على مسؤوليتي أراهن على نجاح هذه الحلقة إن شاء الله. خلوني بداية أرحب بابن ذي قار الحبيبة أحمد هاشم المالكي، حياك الله حبيبي قلب الساعة، شرف وتنورت. الله يخليك حدي باجاه الحلو، كل الهلا بيك. تسلم استاذ، الله يخليك. يا مرحبا، حياك حبيب قلب، حيا الله الناصرية وأهلها، فد وروح لك. الله يسلمك، الله يخليك استاذ. العاصمة الحبيبة أكيد ما نقدر نستغني عنها، مبدعها والراقي والجميل وصفي صافي، حياك الله حبيبي استاذ كثير، نورك كل الهلا، حياك الله، الله يحفظك. شكرا لك على هاي الدعوة، وإن شاء الله تكون حلقة تليق بمستوى الشعر. الله يسلمك. أنتم اثنينكم يعني خليت ما أعرف، اختاريت وصفي وأحمد يكونون سوا، رغم أنه أنتم ما متعارفين قبل. أكيد على رأسي. اليوم إن شاء الله راح تكون هذه الحلقة راح تجمعنا بالحب والإبداع والابتسامة. يعني أنا الجميل دخلت لقيتكم قبلي، لقيتكم تسولفون وضحكون، ها الامور طيبه. لا الحمد لله. سولف لي وصفي واحمد، انا اثنينكم طبعا اكو تشابه بينكم. تشابه شنو؟ التشابه انه انتم مهملين. توافقون الراي؟ اي موافقين، اعترفنا اعترفنا كلش. طيب السبب شنو؟ انت اليوم قلمك ناضج، قلمك صحيح، تعرف لهم كلهم، تعرف لهم يعني خبايا الشعر تعرفوا لهم. طيب اللي مأخركم بالظهور او التواصل شنو؟ الغلطه انا اقول لك استاذ، مخلين الشعر شيء ثانوي، ملتهين بالعمل ببيوتنا، يعني قلت لك مخلينا شيء ثانوي، رغم احنا من نكتب حلو. طيب هنا استهانه مخلينا ثانوي؟ لا مو استهانه والله، بس انت بعد تعرف مجال الحياه، انه اكو اشياء تشغلك، اكو اشياء تكون يعني تضطر انه تخليك انت تمشي مجالها اكثر من الشعر. والله انت تعرف يعني تحس انت ظلمت الشعر؟ طبعا ظلمته اكيد، لان انا ما دام مهمل، وان كان انا كنت مو مهمل، اذا ما ماخذ يعني مو مهمل وما ماخذ فرصتي، انه انا اقدر اقول لا الشعر ظالمني. بس واحد ليش يعني غير يحكي مالت الله؟ انه احنا المهملين، احنا العايفين. هذا اعتراف حلو. اي هذا بعد غير نحكي. والله اعتراف حلو، يعني نادرا انه يعترفون. بعد ما ادري وش وافقنا هذا الرأي. هذه حقيقة. لا هذه حقيقة، احنا رغم من ظروف الحياة، ولكن احنا اعنا ظروف الحياة على انفسنا. وصفي يعني. انت ممكن يعني ممكن اقول انت شوية احسن من احمد مثابر. نعم. تمام؟ ممكن من خلال برنامجك الاذاعي. نعم. تمام؟ انت تقدم برنامج اذاعي؟ كنت اقدم برنامج الهام شاعر. طيب يعني انت كنت بصلب الموضوع، اضافة انه عندك منصة التيك توك جاي تشتغلها صح؟ انا كنت مواكب للحركة الشعرية بقوة، اقوى من اي شاعر اشوف نفسي، يعني مواكب. بس بظروف 2019 وظروف كورونا، سبحان الله صار انقطاع وصارت الظروف خلتني ابتعد. هسه ان شاء الله نقول انه من هذه الحلقه نبدي صفحه جديده ان شاء الله. انا بالنسبه لي نعطيك وعد ان شاء الله بعد. والله يا احمد شوف، انت شاعر محترم جدا، وانا سمعتك وانعجبت بيك، لذلك انه وجهت لك الدعوه، ايضا وصفي كذلك. الله وصفي مبدع، واكثر من مره انه نلتقي انا من خلال اللايكات، شاعر متمكن واسلوبه وطرحه جميل جدا. الله يحب. فاحنا حرام مثل هيك طاقات انه وانا من الناس هذا اللي كنت اتمنى ان القصيده تجيبني للبرنامج وليس العلاقات. صحيح. لا العلاقات، ولو العلاقات يمكن انه البعض يشتغل على العلاقات. نعم. صحيح. بس يعني انتم يمكن اعتقد ملاحظين برنامجنا ما جاي اشتغل بيه من هذا. اكيد جاي اليوم نحاول انه نظهر الطاقات اللي تستحق الظهور. نعم. حقيقة يعني أكثر من شاعر هنا، يمكن كان الظهور الأول أو الثاني، ولكن أشوفه يستحق أنه يظهر إن شاء الله. إحنا مو بس هذه، إحنا يمكن سولفنا خلف الكواليس وصفي وأحمد، اليوم الشاعر أنت من تخرج بلقاء تلفزيوني لازم أنه بعد اللقاء تفكر، أنت مو تفكر بس خطوات اللقاء القادمة. أكيد. يعني مو بس اللقاء خلص وانتهى الموضوع، لا أنت بعد وراك تعب ورا اللقاء، لازم أكو أمور
تكملها. هو كل لقاء يحملك مسؤولية أكثر. مسؤولية أكثر. نعم. طبعاً أي، ولازم إنه أنت هنا تكون مطالب بجديد و... نعم. وحركاتك هواي، تفاعلك مع الناس يكون أكيد. أكثر. نعم. يلا نقول يا الله. يا الله. نبدي بغداد الناصرية. كيفك؟ من الناصرية خلي. يلا أنت أكبر أكبر بسنة. ها؟ يلا وإحنا نعتبر ضيوفكم. أكيد على رأسي. على رأسي. أيوة يلا حبيبي. طبعاً القصيدة اللي حقراها ذن قصيدتي أنا أحب أقراها نسوها. اثنين هنسوه؟ اثنين هنسوه ما شاء الله دبل. قول تجبالي قبل لا نام، تسأل قلبي شو ضاع، وانا ما بي حيل ابكي كنت ابكي قبل ساعة. الله. تجبالي قبل لا نام، تسأل قلبي شو ضاع، وانا ما بي حيل ابكي كنت ابكي قبل ساعة. ساعة. تجي من اليوجع تكظني وتبدي تهيج اوجاعة، تقل لي احكي لي ارد ارتاح، شو احكي لك وانا بفرقاج صارت بي طرقاعه. وصلت المرحلة الدكتور يسمع قلبه مني بعيد ما يحتاج سماعه. الله. وصلت المرحلة الدكتور يسمع قلبه مني بعيد ما يحتاج سماعه. وعدريني بعد كل حيل ما بيه. اذكر موقف بفرقاج نمت ليلتها ما باكي يمكن سكت قلبيه. الله الله. عدريني بعد كل حيل ما بيه. اذكر موقف بفرقاج نمت ليلتها ما باكي يمكن سكت قلبي، لان مو بين يوم ويوم انا ابكي عليك يوميا، ودا ماكو مجال ابكي عليك هواي، افرغ روحي من اشتاق اروح ابكي لك شويه. انا تعبان يا بنيه، انا تعبان جاي ادفع ثمن غلطه، وبد ما جاي اسيطر من احس مشتاق، واكبر غلطه من تشتاق للغلطه. الغلطه. الله الله عليك. انا تعبان جاي يدفع ثمن غلطة، وبد ما جاي يسيطر من نحس مشتاق، واكبر غلطة من تشتاق للغلطة. الله. وهايش كم سنة وما قادر اتخطى، وانا تمنيت بس تطيح من بالي، نفس ما طحت من عدهن الشان اللي قبل لو جيت وحدة فراش وحدة غطة. وحاول عود لمروحي ارد اقرا الرسايل ديك، واتطشر قبالك شذبي المصفطة. الله. هو القلب ابيض تعبات اثنين، شنو؟ من نيح بصدق من ينخذل الورطة، مو نقطة ضعف بس صدر الاستفهام، شص تصير دا شالوها للنقطة. الله الله. هو الله. القلب أبيض. الله عليك. هو الله. القلب أبيض تعبات اثنين، من نيح بصدق من ينخذل الورطة، مو نقطة ضعف بس صدر الاستفهام، شص تصير دا شالوها للنقطة. النقطة. وخلي نفترض هسه انت خوش انسان، لا حارق لقلبي ولا كنت غلطة، شلون اقنع الوادم لمن يشوفون صورك والجقاير سوى بالجنطه. ما بين التعب واللهفه والحسرات، والليل اليمر بالخنقه والفحطه، ضقت احساس كاظم قاطع مني يقول ما تدفى بعد لو موش تتغطى. والله يسام حق ما مأذيني، عشت اصعب شعوري واجه المعيوف، ما ميت بقلبه وميت بعيني. الله. الله يسام حق ما مأذيني، الله، عشت اصعب شعوري واجه المعيوف، ما ميت بقلبي وميت بعيني، كنت راض بعشرتك حاجت العميان، اول تالي راح تضيع واذا يمك مبقيني. الله الله عليك. كنت راض بعشرتك حاجت العميان، اول تالي راح تضيع واذا يمك مبقيني، بارد يا جليدك كان بس الجئ تدفيني، ورغم تلبس لك انت اشكال ارد مخثوث من عندك صوره على القبر لازم تبكيني. مالت تنطبيه توقعت هواي بس ما توقعت في المره تنطيني. الله 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 احمد. الله. بدايه روعه في دور. أيوة. روعه. انا قلت يعني قلت انه الحلقه اليوم حلقه دسمه ما شاء الله. يلا يا وصفي. رغم كلهن وحسك انت مو راضي، خوش يا أول متهم يحكم على القاضي. الله. رغم كلهن وحسك أنت مو راضي، يا أول متهم يحكم على القاضي. يحكم على القاضي لو ما جايني كانش كثر مرتاح. أي والله. أجيت بوقت كنت ململم أغراضي. وهي اللي توجعك مو إلا طبرة سيف، مرات اللي توجع ذكرى بالماضي. اي والله. الله الله الله. هي اللي توجعك. الله وصفي. مو الا طبره سيف. مو الا طبره سيف مرات اللي توجع ذكرى بالماضي. ذكرى بالماضي. الله
وروحك ما تحبها وكفك انت تبوس، ايش انها اختلف تقول لي مو فاضي. كبر ما شاء الله وجرحك صفش كبره، وكل هذا وبعد هم ما اخذت عبره. منون نظرة حبك لو أدري اللي يصير كان أفقسها عينه ولا أخذت نظرة. الله. بسهم واحد وعاند إلا صيد اثنين. بواحد ولا صيد. بسهم واحد وعاند إلا صيد اثنين. كفوش. بشر عايش وكح ما عايش في فطرة. وياك اختلف كل وضع لما جيت صرت الشعر حتى بمستحم نقرأ. الله. آه الدنيا من تحسها مفترة، آه الدنيا من تحسها مفترة، بيها تشوف ناس تدور العثرة. أيوة الله. شجرة الوكثار ولازم فد يوم يمر بيها الخريف أوراقها تنثرة. أها. وصيت من الدمع لو متت لي تعبون، ما أكل فيلم غأس لو متت قطرة. وصيت من الدمع لو متت لي تعبون، ما أكل فيلم غيسل لو متت قطرة. وأنا طبع الكرم مو مثل طبعك ذاك، تمد روحك تموت بمدة السفرة. الله. وضعف بي النظر مو ما لضم الخيط. لا أنا وداعتك ما أشوف أنا الأبرة. الله. ضعف بي النظر مو ما لضم الخيط، لا أنا وداعتك ما أشوف أن الأبرة. وزين أصبر قلت، أنا أصبر قلت كون بلهاة الموس. عادي عاد أصبر قلت كون بلهاة الموس، بس أنا بلهاة الموس والجمرة. الله. بس أنا بلهاة الموس والجمرة. الله 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 الله. هسه تعالوا لي اثنينكم صادقين بالقصيدة؟ لو من نسج الخيال خاف من سؤال وراهاني. لا أنا اللي تجي ببالي قبل لا أنام إيه؟ هاي حرف حرف عايشة حقيقة حقيقة. والله بس التعبان جاي يدفع ثمن غلطة عشان ما بعد أنا هو الأهم تكون صادق ويا نفسك. طبعا مو صح؟ طبعا. لا التعبان جاي يدفع ثمن غلطة تقريبا هي مواكبه إلها. طيب هنا هنا استاذ اثير قبل لا تكمل، انه اكو احنا من نسج الخيال مرات انا يجوز اسمع وصفي او استاذ اثير كاتبين الوجع اللي انا احسه. صح ممكن. لذاك مرات قصيده انت كاتبها سابقا بس تواكب قصيده انت كتبتها حرفيا. صح عن نفسك. صح. اي هذا قصدي ليش انا طبقت القصيدتين سوا. طيب هنا السؤال للطرفين، هنا الخلل بالعاشق والمعشوق بالحب بصورة عامة وين؟ بطريقة الاختيار أو ظروف الاختيار. إذا العاشق هو يتحمل يتحمل المسؤولية. لازم. والقصائد طبعًا لا تخلو من الحقيقة أنا برأيي. طيب ليش دائما نذب اللوم؟ يعني من نريد نكتب دائما نذب اللوم إنه إحنا المظلومين، إحنا المستضعفين، إحنا المغدورين، إحنا الكذا. ليش ماكو عندنا نكران ذات مثلا نحكي الحقيقة؟ يجوز احنا كنا ظالمين لهذا هذا الشخص، ممكن ما عرفنا نتعامل وياه. مو انا اقول لك من توصل لهاي المرحلة انه انت تحس نفسك انت كنت انت اللي تحب بس الشخص المقابلك كان يبادر بس. يجوز العكس. يجوز ردة فعل. يجوز العكس. انا هو العكس شلون؟ هي راح تحكم بالظرف. هسه اليوم انا قاعدين سوا. نعم. منو راح؟ منو عاف المكان؟ يجوز انا عوف. انت عفت المكان. يجوز انا عفا بخطا منك خلل منك تقصير منك. هي ها لا مو هيجي. مو انت بعد قلت لك انت المهم تكون صادق ونفسك. انت اذا شوف نفسك انت قصرت ويا شخص وترجع تكتب له هاي قمه بالانانيه. تكتب له انه هو مسوي بك هيجي؟ لا، انه هو الحب كتعريف انه شيء مشترك، شيء يوقع عليك يوقع عليه. طيب باقي ذكريات بداخلكم للحب السابق؟ انت ليش تباوع له؟ انا اسالك لك انت تباوع لاحمد شيل السؤال احمد ما له ورطه دفع عليه دفع لا هي باقيه بس احنا مرات نقول يعني الوجع يوصل انه يقول هذا الشخص ما يستاهل ذكرى بتعليق. الذكريات بكل اشكالها حلوه. شوف شلون صحح الموقف. انت هسه متزوج ان شاء الله؟
شفت شلون اشوف الحرفة بالإجابة. يقول لك مرات اكو ذكريات انت ما تستحق انه الذكرى بحرف. ذكرت لك مرات اللي توجع ذكرى بالماضي. اي زين، هي الذكريات توجع حتى اذا كانت جميله، تقول الايام الحلوه وين راحت. والله صح، والله هي الذكرى توجع طبعا. كانت حلوه او كانت الجرح اللي يطيب يظل مكانه. تتذكرون اول 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 سنه حبيتوا بيها ايش قد كان اعماركم؟ انا ما حبيت، انا حبيت مره واحده واستر علينا. ها لا لا، حب حب المراهقه طبيعي يعني. حب حب فتره الشباب، فتره المراهقه. احنا ما نتحاسب على الماضي. وصفي يعني خب، ما تريد مثلا اليوم زوجتي تحاسبني على الماضي؟ وصفي عادي الاعداد اكثر من اعدادك. وصفي راح نتركك من هذا الموضوع. وصفي اول قصيده كتبتها يعني نقول من للحبيب، اول قصيده تتذكرها؟ تتذكرها؟ انا اتذكر مطلعها بس كقصيده بشكل كامل ما اتذكرها. شو يقول القصيده؟ مال تعال اشتاق لك. كنت بيا مرحله، كنت طالب لو كنت؟ لا لا، الدراسه تركتها من زمان، بس هي بدايات مال 2010 و2000 بس انا بدايه الفعليه كانت من 2013. لا بدايه يعني البدايه، اقصد لك بدايه دقات القلب وانكتبت القصيده بال 2010. راح اقرا لك قصيده بها دقه قلب. اي خلنا نسمع. مو تريد هيك؟ بات هنا زين. اداعتكم مكان هنا بعد. تقول انا وشيبتي اي ومكابري وصيتي قلبتيها قلب يا عم شخصيتي. اي والله صحيح. اي انا وشيبتي ومكابري وصيتي قلبتيها قلب يا عم شخصيتي. ما ردوا لي ضحك الناس اللي يمرون، وانت لوحدك رديتي عافيتي. الله الله، بكثر ما سولف لهم عنك وملهوف، حطوا صورتك حتى على جنسيتي. الله، وما بقيت اشتاقي الا صوتها، بقيت ادور ما في طيب قلبها. ما فيني أصبر للهوى شوقي قريب، ومن مشيت بقيت أشبك ظلها، في هواها قلبي متمسك دخيل، يا ليت أعيش العمر كله بقربها. ودام أعرف بحلمها ناوب قريب، والله في بال أنا أحقق حلمها، وأخذ ببال الأحب عيونها. راح بالشركم صرت مجنونها، وبشعر هلعب أظل لعب الجهال، ومن حالات اللعبة ما يبطلونها. آخذ ببالي الأحب عيونها، راح بالشركم صرت مجنونها، وبشعر هلعب أظل لعب الجهال، ومن حالات اللعبة ما يبطلونها. أبخدها عبية الصبح يغرب ضواها، وكحل لون الليل حط لعيونها. الله الله، والله ذا شافوها عباد النساء 100% ترى يعبدونها. والله ذا شافوها عباد النساء 100% ترى يعبدونها. استغفر الله، وخاف تنعد بيها شيء، بس حقيقة ولازم تعرفونها. وآه يا ليل الشتا شخلقك طويل. أي والله، آه يا ليل الشتا شخلقك طويل، شلون فكر وياك خلصة بدونها. والله من قد الترافة يغث هريش، خاف يوقع لو يمسمتونها. اشفافها يقلب انزرق وقت الخصام، وتحمر بوقت التعظها سنونها. آها بيها سبحان الجمع هاي الصفات، اشماء وصفها محير شلونها. اوف يا عشق القراب اشهد لحيل، بعد كشفن كلهن. اي اوف يا عشق القراب اشهد لحيل، اش ما امر ربيتها يضمونها. الله الله الله،
الله الله اوف يا عشق القرابة يا خال البيت حلو اي كشفوه اوف يا عشق القرابة اشهد لحيل شمام ربيتها يضمونها اشفافها يقلبا زرق وقت الخصام وتحمر بوقت التعظها سنونها بيها سبحان الجمع هاي الصفات اش ما اوصف هم حير شلونها الله الله لونها بلون الشمس لا مستحيل الشمس اخذت تعتقد من لونها جلد شفيد انتهب كثر الدعاء الغير يقم تدعى الله ما ينطونها الله الغير يقم تدعى الله ما ينطونها الله الله زين الله استجاب دعاك الحمد لله ها الحمد لله ما نطوها لا نطوها ما انطوها شو وين استجاب الغير يقم تدعى الله ما ينطونها هسه ما انطوها ضال يلا احمد يلا احمد خلنا نسمع والله انا غزل شو اقول لك مهم بعيد بكتابته عن الغزل بس اقرا لك كلش براحتك يعني ما قيدك بنوعيه اي اقرا لك تناقض على مود انه نوصل الرساله للشخص الجرح انه احنا ما نعيش بهذا السجن بعد انكو قصيده من القصايد اقول بيها بعد هاي نداء احشق صرت مثل الرساله المات بيها شوق اندب وانسحق واحترق واتشقق الله من بالتناقض من يرجع قلبك يدق ايش قلت قبل جريت داني وقلت ما احشق وشفتك بالحديقة الصبح تتمشرق وانا ارشيج قلب ومصخم وتعبان وانت عيونك وشعرك يشق انشق الله الله اي فهو هذا وصلت الرسالة اقرا لي قصيدة اخرى قصيدة غزل اي شيء لا اي شيء اقول انا بمرحلة لو اردت اشد حيلك كون امة محمد كلها تدعي لي الله 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 اكبر أنا بمرحلة لو ردت أشد حيلي كون أمة محمد كلها تدعي وانتو بكيفكم تدعون ما تدعون خافا ملتهين وموش فاضيلي يمكن ماليني ومالكم خلقي أصبرولي ترى مشلوع من عرقي بس أنا العلي أوعدكم أرجع زين رغم مخذول من ربعه وهلو وعشقي الله يمكن ماليني ومالكم خلقي أصبرولي ترى مشلوع من عرقي بس أنا العلي وعدكم أرجع زين رغم مخذول من ربعه وهلو وعشقي هل خذلوني قلت نجرب الغربة بلكت بيه وما حد يدعم من قلبه وأنا والله أعرف روح وخوش إنسان لا تخلون هاي الوادي متخربة الله هل خذلوني قلت نجرب الغربة بلكت بيه وما حد يدعم من قلبه وأنا والله أعرف روح وخوش إنسان لا تخلون هاي الوادي متخربة وصلت المرحلة على النوم ما أقدر وخلص يوم عازل روحه ومكدر وعد الربع لو من وضع زعلانين بس المشكلة يقولوا لي تتكبر أما للعشق توشان ويد دم يسمع هالقصيدة وراح يتندم على أساس أضوج روحي لو أهتم جبتك صر مهر واخذوك مستخدم الله الله أما للعشق توشان ويد دم يسمع هالقصيدة وراح يتندم على أساس أضوج روحي لو أهتم جبتك صر مهر واخذوك مستخدم دول التعبون وباقوا أحلامي وعيشون الدقيقة تسبق عدامي خلون خشب مقابل التنور وعلى حرقة صور رشاد حزامي الله سلامتك الله, الله, الله يخليك السلام الله يا جمالكم الله الله يسلمك روعة يعني أشوف قصيدة أجمل من قصيدة الله يحفظك والله تدور روح بس أشوفك أحمد ما أدائك هيك لو أنت على المنصة تختلف شون؟ على المنصة تختلف أدائك؟ أكيد يختلف أكيد طبعاً ها؟ المنصة حتى قصائد أكون اختار للمنصة شنو الفرق اليوم؟ اختيار قصيدة المنصة مثلاً يعني قصيدة إذا أقراها على المنصة ما أقدر أقراها بقناة أو لا لا مو ما تقدر وإنما إحنا الفرق التفاعل والفرق تريد انفعال أكثر مو نفس القصيدة الوجدانية اللي يعني أنا هسه من أشوف إنه قصيدة أقول قلت لنا يمك من قلت لك وحدي هاي تنقرها ببرنامج هدوء وحلوة أما من أجيب قصيدة تحب الظلمة تريد لها تفاعل تريد جمهور وياها صح ولا فرق صح طريقة الإلقاء والمكان وأجواء المكان يعني طبعا خلي ناخذ فاصل ترتاحون ونرجع تمام يلا حبايبي أحبتي خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم
حياكم الله حبتي، رجعنا لكم من جديد وجرت قلم والمبدعين أحمد هاشم ابن الناصرية ووصفي صافي. أنا سألته قلت له ليش وصفي صافي؟ ليش وصفي صافي؟ أحس اسمك يلكئني. لا هو جاي وزن. هو جاي وزن. وصفي صافي. وصفي صافي. ليش مو صفا هو صافي يعني؟ لا أنا اسمي وصفي ووالدي صافي. صافي. نعم. ان شاء الله نيتك صافية الله يحفظك وهذا الوجه الطيب البشوش المحترم الله يحفظك. شنو سبب اليوم جاي نشوف اكو قلة يعني بالحركة الشعرية من خلال المهرجانات مثلا والامسيات؟ ممكن امسيات ممكن موجودة من خلال المنتديات طبعا. المهرجانات استاذ تير مثل ما تعرف تعتمد على المواسم، يعني صارت مثل المواسم، مثلا ايام محرم راح تبدي مهرجانات حسينية. نعم. أيام مثلاً انتخابات. إذا تذكر أيام انتخابات أيام أقوى حركة للمهرجانات إذا توافقون الرأي هو أيام التحرير، كانت صحيح. كل المهرجانات مساندة للقوات الأمنية صح. فكانت بكثرة يعني محتمل باليوم الشعر يطلع مهرجانين طبعاً. يمكن صح صح أي مرينا بهذا الموضوع صحيح. فصارت مثل الموسم هالفترة، صار فتور الناس التهت، بس أكو مهرجانات اللي تصير عن مواضيع معينة. تمام. احنا عندنا صور خل نشوف ونتحدث عنهم. نشوف الصورة الأولى مخرجنا. الشهيد رائد هاشم الله قصة الله يرحمه. سولفنا عن قصته وعذرا طبعا على ألم الذكرى. هي بعد قصة مجزرة سبايكر كلها توربيها. سبايكر الله أكبر. أي والله يمكن كان يوم 12/6 هو كان بالحمايات. يوم 12/6 اتصل بينا قال احنا أسرونا وسد التليفون وانتهت. بس انتهت بعد. والمشكلة أعتبرها يعني العقدة الشعرية اللي لحد ما وصلت لحظة إدراك أنه من تكون المصيبة أكبر من كل شيء ما تقدر حتى ترتيها بقصيدة. يتوقف عندك كل شيء. يتوقف كل شيء. أنا أدخل بقصيدة وأكتبها بس غير كون أكمل تنهار داخليا تترك. ما كتبت له طبعا. مو لو كتب حاولت. حاولت أكتب أنه يقول جرحك بقى وما مات عرجه من راسه حد رجلين غمجه. الله أكبر. جرحك بقى وما مات عرجه. الله عليك. جرحك بقى وما مات عرجه من راسه حد رجلين غمجه. تنطف عيون من أمك تقول ابن الدفنتر التزوجه. الله أكبر. تنطف عيون من أمك تقول ابن الدفنتر التزوجه ويا حسابك الزلم التجيله تعبت ابوك وهاد حيله ليها السمام مستوعب تصير شوفت عيونك مستحيله ويا حزنك يطر قلبي بالنص بتشيتني لحد ما عمل فص كذابه اللي يقولون ناسين ليها هسه حتى بزادنا نغص ويا معدل ويا خوش زلمه خليت لك بالبيت ثلمه. الله الله الله. يا معدل ويا خوش زلمه خليت لك بالبيت ثلمة. وصف الوقت خلاني مشتاق لذاك القبل جدمة على جدمة ومحروق دم عليك ويفور يتعب مكانك من الجنزور الحل الوحيد نعوف البيوت واخذ البيت بصف القبور. الله أكبر. عذرا يعني أنا ما أريد أدخل بتفاصيلها بس يعني ما أدري صار عندي فضول. طيب لقيته بعد ايه طوني القبر على الدي ان اي ما شفنا جثه بس قبر كامل. والله هو طبعا هسه ما تدرون بالقبر هو مو هو بعد على الدي ان اي هم بعد على ذمتهم يعني هذا الدي ان هذا قبر للعلم هو اول واحد طلع من المجزره اول جثه واول جثه يعني حتى اذكر قنوات جتنا للبيت لان اول جثه كانت بسبب مشكله صارت
ما نريد نتطرق لهذا الموضوع سياسيا بسبب مشكلة عرفنا أنه الناس موجودة بس ما يسلمونها. باقوهم مرتين، مرة بسبايكر وباقوهم من ماتوا، لأن كانوا من ينطون جثة ينطون ياها مبلغ، فكانوا ما يسلمونها يأخذون المبلغ. الله أكبر. أي والله العظيم الله أكبر. دول انغدروا مرتين هم مجزرة سبايكر. الله أكبر. يعني بساعة اللي لقيناهم لقينا 11 ألف جثة ما مسلمينها الأهل. نطلع من هذا هذا الموضوع لأنه مؤلم. والله يرحم شهدائنا ويمطي أهلهم الصبر والسلوان. أصغر منك هو؟ أيوه بسنة، مواليد 91. الحمد لله على كل حال. وصفي علاقتك مع ناسك مع أصدقائك. أنت من النوع اللي مسالم؟ جدا مسالم. مسالم. خلينا نشوف صورة عندنا. خلينا نشوف هذه الصورة. والد صلى على محمد وعلى محمد صلى الله. الله يحفظه. الله يحفظه ان شاء الله. ايش علمك؟ حسيت علمني هاني يعني ورم ورم ما مات الله عرفتن. الله يرحمه. الله يرحمه. واحنا هذا مرات عندنا اشياء والله العظيم، يعني هي رساله من خلالك خلال دمعاتك وصفي لابنائنا، انه هواي جاي نتجاهل مرات الاباء. طبعا ابانا هواي جاي نتجاهلهم، هواي ما جاي نعطيهم حقهم. عود من يروح بعدين نقول انه تحس بالفراغ، تحس بالثغره. المرات الاب من يضغط على اولاده يتوقعونه والله يكرهنا ابونا. تمام. صحيح. هو بالعكس، هو محبه. الله يكون بعونك يا حبيبي. الله يرحمه. والله فراق الأب والأخ، أما الأب والأخ والأم فراقهم يا أخي يكسر حقيقة، يكسر. صح. يعني هسا أنتم جاي يمكن وصفي يبشي على، وأنا هسا جت والدتي براسي. تمام. أنت أخوك ومن بينا ما عنده ألم اليوم. كل إحنا الله يصبرك أخوي إن شاء الله. شنو تتذكر المواقف؟ تأخذك الندامة وتأخذك أمور وايد. مقصر ويا انت وصفي؟ والله انت تحس بالتقصير لو تبني له جنه. والله صح. كاتب له شيء وصفي؟ ماكو اشياء متخيلها يعني، انا عذرا شويه جدا. براحتك يا حبيبي. اكو اشياء توصل مرحله متخيلها، يعني متخيل مثلا ابوك ذاك بعدين يقع تمرض زين، صار عنده فشل كلوي. الله أكبر. بقى 4 سنين يعاني من المرض. لا تقدر شو وقت كل شو راح. آسفين ونعتذر والله. ف توصل مرحلة نشيله والله، أنا هذا البيت شلته ودخلت المسجد حتى نغسله. فقلت له على شتافه من اشيلك شنو معناها؟ هاي المام حسبه وما اتمناها. الله الله. على شتافه من اشيلك شنو معناها؟ هاي المام حسبه وما اتمناها. الله. بالثلاجه عفتك باستعدنا ضيوف من طبينا جثتك حار ما لقاها. الله الله وصفي. الله الله الله. على شتاف من شيلك شنو معناها؟ الله الله. هاي المام حسبه وما اتمناها. بالثلاجه عفتك باستعدنا ضيوف من طبينا جثتك حار ما لقاها. الله. حياتك بس تعب والمرض غاس وياك. يلم شي بالدنيا وشايب وياها. الله. لكمت قلوبنا بقد قلبك المشلوع، لكمت قلوبنا بقد قلبك المشلوع، وثقل جناستك حدبنا ممشاها. الله الله. سنادين الورد تسأل يا ابوي عليك، بعدك صوفرت شيف وقدت ارباها. يا ابو كلمة هلب، يا ابو كلمة هلا لمن يجهبك ضيف، يا ابو سوالف الحلو اللي يزهي طرواها.
يا ابو كلمه هل الامن يشهبك ضيف، يا ابو سوالف الحلوه اللي يزهط ارواها، اثار البيت دونك ما له داعي البيت، وما تعرف تذل الكفك انطاها. الله. اثار البيت دونك ما له داعي البيت، وما تعرف تذل الكفك انطاها، ومو غاسل ايدينك من بعض هالناس. احس غاسل كليتك من سقاياها. الله الله مو غاسل ايدينك من بعض هالناس. اي أيوة والله. احس غاسل كليتك من سقاياها، حتى بدفنتك تعرف صدق تختار. شلون؟ هو اختار مكان دفنته. حتى بدفنتك تعرف صدق تختار. اندفنت بصف ابوك بصيته تتباهى. الله. اندفنت بصف ابوك بصيته تتباهى. الله يرحمه. الله 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 يرحمه. الله. شوف رغم الـ 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 الجروح يعني هوي هذا هو هذا هذا الشاعر الحقيقي، من خلال آلامه من خلال جرحه يصنع الإبداع، مثل ما حضرتك أحمد سمعنا منه قصيدة راقية، وصفي كذلك. الله يحفظكم. أنا آسف منكم طبعا. بس هي هذه هو هذا واقع الحال. أنا صراحة يعني مبتعد حتى عن صوره صبر. ما باوع بيه. الله يكون بعونك. بالفعل هو الموقف صعب. وصفي أنت اللي جاي تمر بي، كنا مرينا بي، يمكن أنا يمكن مريت بوالدتي الله يرحمها. الله يرحمها. كل ما تجي ذكراها أو نشوف لها صورة أو تتذكر في الموقف ترجع ترجع يعني كأنه اليوم. أيه. اليوم أنت مفارقة اليوم كذا، يجن الأشياء الحلوة بداخلك، يجن الأشياء اللي انت تحس بتأنيب ضمير، تحس بقصور، تحس انه انت ما شبعت بعدك، تحس ما شبعت من حنان، ما شبعت شوف، ما شبعت. نغير لكم الاجواء عذرا منكم. الله ان شاء الله يرحمه ويرحم اموات الجميع ان شاء الله برحمته الواسعه، والعمر لكم وما دام انتم سالمين وغانمين ان شاء الله انه راح يكونون راضين عنكم وعن اخلاقكم وابداعكم. من يفرح بنجاحك؟ والله أهلي كلهم بصورة عامة. أهلك؟ أي. الأصدقاء شنو علاقتك بهم؟ والله أصدقائي يعني هم كلهم بهم الخير والبركة، بس يمكن السبب بأن دائما علاقتي سطحية وياهم يعني. أي بس يعني كلهم أحبهم. رسمي تعتبر؟ مو رسمي بس يعني دائما على الملتقيات يعني. ما تقوي العلاقة؟ يعني أقويهم وأقويها يعني، بس يعني المهم أخليهم يحبوني وأحبهم. الحمد لله. أنت رجل مسالم. الله يسلمك. شخص متمني أنه تقول له أنت غلطت بحقي موجود؟ أي موجود. موجود. واجهته أو ما واجهته؟ لا ما واجهته. ما واجهته. ما عندك شجاعة؟ لا مو ما عندي شجاعة. مرات السكتة أفضل شيء، لأن أكو شخص حتى لو تعاتبه يعني ما يسوى. وصل إلى مرحلة تقدر تخليه بخانة الميسوى؟ أي ميسوى. ميسوى ميسوى. أنت قاسي أحمد؟ لا مو قاسي، وإنما لو تبين لأنه أنت قاسي تشتاق وتحن وتريد تقعد وتريد تسولف، بس أكو موقف هو خلاه وياك هذا حدك، يقول لك لا تعبر. أنا ما تنعاد نفسها، مو قساوة يعني. أنت تأخذ مكابر. عبرة. أنت تأخذ عبرة. طبعاً هو لازم هيك. لا أنت يعني أنت ما نقدر نقول عنه إنه يعثر بالحجر مرتين. لا ما أقدر. مرة واحدة. ما أقدر، وحتى ما أقدر أسامح يعني. للعلم للعلم ما أقدر. وإن سامحت ما راح يرجع الشخص نفس مكانته، مستحيل. إذن أنت ما صفيت داخلك. أي يبقى. أي أكو هيك نوعية. أنت نفس الشيء وصفي لو عكسه. أنا بالنسبة لي عكس أحمد تماما. والله أنا يعني اللي يخطأ بحقي أتركه بحاله. بس. أي أتركه. لا إحنا من أدي نفس ما قال وصف. يعني نفس الشيء. نفس الشيء. يعني ما أحقد عليه ولا أتمنى له الشر، بس أتركه بحاله. لا بس هاي خلاص مو مكانته. أي هاي الله يوفقك. يعني ابقى بحالك. طيب. أحمد نرجع للناصرية. أي. شنو سر الناصرية اليوم تمتاز؟ يقولون الناصرية مثلا انه تمتاز بالأبوذية، رغم انه الناصرية
تمتاز بكل شيء. صح. حتى بناصر. طبعا. ناصرية كل شعبه. حقيقة يعني الناصرية يعني أنا من الناس اللي أعشق الناصرية، أعشق إبداعها. شنو السبب؟ تميلون لهذا اللون؟ لا هو أكو ناس هو يعني هاي الأبودية إحنا كلش نفتخر إنه ينسبون الأبودية للناصرية. نعم. مو صح؟ والبعض ما ينسبوها الناصرية. ها بس إحنا ما نريد يحتكرون الناصرية وأبودية. إحنا شوفنا شعراء قصائد عندها تجنن. صح ولا لا؟ وحتى ما تكتب لهجة مو اللهجة الجنوبية الحسشة كلش لا تكتب باللهجة العامية العراقية صح ولا لا؟ تكتب الناصرية تكتب للعراق كله. أنا ضد إنه يحتكرون الناصرية بس أبودية. مثل طبعا هذا الموضوع نفس الشيء الديوانية هو امتياز أنا أشوفه مو يعني تميز أي مو وليس اختصاص هو مو اختصاص بس مرات يعني احنا صايرة صدف انه تلتقي بشخص من الناصرية يقول لك بس اقرأ الأبودية ليش خو سمع قصيدة صح لو مو صح استمتع تكتب الأبودية اي كاتب يعني مو هواي نسمع ايش نسمع اي لا عندي الحمد لله كاتب أبوديات يعني بس قصة الأبودية اكو أبودية الناس حبتها صادفت موسم دراسة فأكو ولد دخل لي قال إنه هو راح خطب ابنية البنية خريجة وهو رجال عايف الدراسة بس هو الله موفقه يعني ماديا هو ما نجح بالدراسة نجح بحياته شيء طبيعي صح ولا طبيعي جدا إيه فأهلها رفضوه ووصل الحكي إلى فدخل لي هو منهار وخابرني يعني صار هيك ويحكون ويقولوا لها ما راح يفيدش مستقبل إنه ما عنده راتب ومن هالسالفة فقال أريد شيء أحمد تكتب له أريد شيء يعبر عنك كل ما أدخل على صفحتك أقرأ لي فكتبت له الأبودية كتبت له وحق اللي ويخ تود راسه وحق اللي ويخ تود راسه القلب كان على بركم والدراسة عمت عين الشهادة والدراسة اللي خلت أهلك يرخصون بي الله أما أنا متحلف بأبودية الشخص شجون متحلف أقول الخضار الشاتلانة برب عينك شن اللي لي حالم برب عينك وعلم نتموت سو برب عينك عرس ما سوت أهل الكاولي الله 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 وصفي ترد علي بشي قلت له أنازع مثل المكهرب بنت له الله الله أنازع مثل المكهرب بنت له وبناية بروحي كم حسرة بنت له كحال الشيخ والنهبة بنت له بغيابك والسلف يحجون بي الله 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 ومطار اللي يحمل وداعك مطار ايش مطار اللي يحمل وداعك مطار ايش مطار ايش وقبل ايش كثرة ودي لك مطار ايش عشت وي وادم بدونك مطاريش ايش مصيح ايش من خمه يصدونني الله الله انا اختصار يعني المخرج يقول لي عندك دقيقتين كل واحد دقيقه ايش تسوون بهن نقرا لحق خلصنا دقيقه اي والله خلصنا دقيقه نقرا قصائد نقرا قصائد مشكلتكم يلا لا لانه وقت علاء انطيني دقيقتين بدقيقتين فدوه يلا قصيده بقصيده يلا ماشي أحب الظلمة شيء ألقاك بيها أنت ويا رخص الدموع تنزل بسكته أو علاء انفضح ماخذ زوايا البيت سالب راحت اللي هواي دللته وبذان أسمع ضحك شمات من سئلوك عنه وجاوبت عفته ما يوجع الميت قبر لو تابوت بس توجع الضحكة لفاتحته الله الله ونام أنت مو نوم الهنا نوم المناشخ كون حتى تشوف قلبه وعلته وانت انا اول محب يدع لذاكرته وانا اول الله. شخص مجنون نام انت مو نوم الهنا نوم المناشخ كون حتى تشوف قلبه وعلته وانت انا اول محب يدع لذاكرته وانا اول شخص مجنون ما تعني لسالفته وانا اول قلب محسود عند اسباب قانعته وانا اول خشب زنجار ما كلته وانا اول مؤدب ناس كارهته الله الله كل هذا وبعد بصورك نرتب ولها صبحك إلك لما انتجي ببالي وبعد نتذكرك لما انتجي مغندب موش بعافية شي قلبه موش بخير الشجرة اليابسة وجعتها من اللب الله كون تحب صدق الله عليك كون تحب صدق اثبت لك كون تحب
كون ببالك من الصبح للمغرب مو عايفني بس انا احترق وانهار واتعذب ومو ترفع لحاجب من نجيك احتب الله. ولو مو صوتك انا البادره وانطيت وانا من البدايه واعرف التعب مو بطران اريد انساه ما اريد ان بعد حبه يلنفشن حتى موادعك مو حار كنا موادع الغربه مرات الغرور يولد العصيان وغرورك كنا ذنب ابليس ويا ربه ويبس بين الخضار وصرنا مثل فطور نفس القاع بس كل من مشى بدربه الله الله يبس بين الله الخضار وصرنا مثل فطور نفس القاع بس كل من مشى بدربه وردينا الجدام قلوب كل من يسحل بقلبه ويلم خل الجدم يتعثر بشازة عليه من بالله هسه وعازتك عازة يلم خلينا أقرأ الفاتحة بكل ليلة خاف الصبح ويزتون جنازة وأنا يا من نصحتك يا من نصحتك سنة تكون نصير وعليه دقيت صدرك قلت له عكازة وأنا أدري مثل ذيل العوج ما ينعدل دربك من عيونك عرفتك واحد بقلبك يا حارم عين طبقة جفن تالي الليل تتلاقى الوجوه هناك يا مربك يا مرب واحكي له وقل له ذنوبي من عنده اقدار متون اثر شبقات بزنده مخلينا التفت شن طايح بشده شالع قلبي الفاهي بوداعك شنت متحزم وياك حزام وانت ولا يهمك من تجي وراهي ومدام انا عرفت شي بداخل المكتوب بعد ما يهمني يا يوم يجي الساعي الله 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 اي وصفك لو تدري بغيابك بس اسولف بيك بس انت المصيبة الموش داير بال تفتر يم وادم بيها عاش بليس وراس عليك يفتر فرة المحجار أشيم والحطب من نار صاح تخيل لأن نار العشق ما تنطف بشلال وعشت لك شش ونش ما تهزني زبدة نطيك وغيم لك وفا وأمطر لك أنا أشكال فراغ بروح لك بس جيب مر عليه الله فراغ بروح لك بس جيب مر عليه وعتب فاقد وحيده وعاتب الكتال الله الله ألوش الماي قوة حتى وصل الريج ألوش ألوش الماي ألوش الماي قوة حتى وصل الريج وتخيل بي لك لي وين صار الحال وأنا برأس علمودك شيب لاقى الشيب أنا براسع لمودك شيب لاقى الشيب وعلى الخشبة بعد ما يرجع لي إنشال وعين البية طلقت ما خنت فد يوم وثلث أيام صوما من ندوس خيال الله الله وتتشربك قصيبة وشف مشط يصير وحلك وأنا خيط من الجرح ما حال أخ تتشربك قصيبة وشف مشط يصير وحلك وأنا خيط من الجرح ما حال وخنتنا وهسه جاي من التراب تشيل وتقل اشتم هو وشايف بعين رمال يلي ربيت عل بقلبه صار سنين وانا وياك افكر بس رب عيال ونطيتك ورقة بيضة وامتحنتك عود بس سألت حبني وما لقيتك حال الله بعد ها هي خلصت خلي كل شي يروح ترى المحكوم شنقا ما يطيق احباله الله عليك الله, الله, الله على ابداعكم على الله جمالكم شكر ومحبه لحضراتكم الله يحفظك شكرا لك وصفي شكرا الله يحفظك انا اشكره الله يسلمك على هاي الجلسه الحلوه والحلقه الحلوه ان شاء الله تكون ممتعه للمشاهدين يا حبيبي واكرر شكري لك الله يسلمك يا حبيبي واتمنى لك التوفيق ان شاء الله بحياتك الله يسلمك احمد شكرا لك يا حبيبي حبيب قلبي شكرا انت قليل شكر بحقك الله يسلمك انا اكو حلقه بقناه بالناصريه قناه محليه نعم فنسالت انه الشاعر الداعم فقلت له مثير الله يسلمك بالتيك توك يعني الله يسلمك من طيبك ومن اخلاقك اكيد انتم تستاهلون الله يوفقك شكرا يا حبيبي الله يخليك استاذ احبتي والله ما ودي انهي الحلقه ولكن شو اسوي بعد هذه قوانين البرامج انتظروني الأسبوع القادم وضيف جديد في أمان الله.